طيب أنت تشعر بموضوع العرض القوي، يعني أنت في فترة من الفترات توجه لك الهلال السعودي عرض قوي عندما كنت تلعب في الأهلي. الأوضاع مختلفة، كل واحد بيبقى له تفكير. أنا في أيامها في الهلال أنا بحب النادي، ولو رجع بيا الزمن عمره ما هغير قراري، لأن الأهلي أنا بحب الأهلي. إنما صلاح وضع غير وليبل غير وحاجة غير، وكل واحد له ظروفه وله مواقف. بس انتظار يا ابو فانيلا حرير حمراء يا ابو فنان ولعبك رجوليه يا ابو يا نجم الكره المصريه يا ابو يا مدفعيه يا ابو والرجل ديا يا ابو في الحته ديا يا ابو وصلنا بيها للعالمية يا